معانا نص جنيه طبعا، اللي هو اللي زي ما بقولنا اللي هو 2005. 2005 ده يعني ايه مطلوب، بس برضه مش عايزين نسمع اسعار كتيره فيه. ده من النحاس، وهو كان اول الاصدار طبعا، وبعد كده اتسق زي ما قلنا ايه بالفولاذ المطلب النحاس. ده فيه اخطاء برضه كتيره جدا، ميول وانحدار، واوقات ما بتلاقيش التاريخ موجود، ده بيبقى ايه عيب صك يعمل فلوس. بس مش عايزين نتكلم بقى برضه في ايه في فلوس كتيره يعني. يعني ده يوم ما يعمل وتروح يعمل كام؟ ده ممكن يعمل مثلا من 10 جنيه ل 15 جنيه، 20 جنيه بالكتير قوي. عشان نبقى واضحين ما نقولش الوفات والكلام ده، الوفات دي بتبقى حاجات كنا بنعرضها على اي باي كانت بتجيب فلوس. وممكن واحد هو لو مش موجود متواجد يعني، ده شح جامد على فكره، وهيبقى وفي مطلوب منه اللي هو ال 2012، وفي مطلوب منه كمان اللي هو 2020، لان ده قليل. هو موجود زي ما قلت من البدايه موجود، بس موجود منه قليل، فهيشح اليومين الجايين وهيطلب اللي هو 2020 اللي هو بتاع كليوباترا. تمام. في النص جنيه بتاع اللي هو الحياه كريمه. حياه كريمه ده ما بتلاقيش فيه اوقات تاريخ هو والجنيه، التاريخ ده اهو هوريك دلوقتي، ده متواجد اهو. اوقات ما بتلاقيش التاريخ ده موجود، ده عيب صك، بس برضه ممكن يعمل مثلا 30 جنيه 40 جنيه. قلت احتفظوا بالعملات التذكاريه معاكم كده كده، انا بقول لك على العملات اللي انت هتحتاجها فيما بعد لانها هتعمل فلوس بعد كده، انما دلوقتي يعني يتراوح سعرهم 10 15 جنيه 20 جنيه. العملات دي عامه في عملات بتعمل 30 و40، اوقات ما بتلاقيش فيه التاريخ زي ده كده اهو، مش متواجد فيه التاريخ ده عيب صك. ده ممكن يعمل له مثلا 30 جنيه 40 جنيه، ممكن واحد هو ياخده منك ب 50 جنيه انت وحظك في البيع والشراء، وزي ما قلنا حسب السوق حسب الطلب والكلام ده كله. في قناه السويس الجديده ده برده متواجد بس مش كتير. تمام. وهيبقى لانه بدا يشح شويه في السوق، وهيبقى مطلوب في اليومين الجايين. اليومين الجايين طبعا ما تقوليش امتى، لانه ممكن يكون ياخد شهرين ثلاثه ست شهور سنه كده يعني. بس عين العملات معاك يا بتاكلش وبتشربه كده كده ايه. في بتاع اللي هو الطرق ده ومتواجد منه برده عملتين فيهم برضو بعض الاخطاء، بتلاقي الخط اللي تحت بيبقى واصل للاخر او بتلاقيه كده، بس برضو ده مش عيب خطا لان خطا شائع. فالخطا الشائع يا جماعه بيبقى متواجد مع الكل، فطبعا ما بيعملش فلوس يعني. يوم تروح بتروح ب 5 جنيه يوم 7 جنيه 10 جنيه بالكتير قوي، وكده كده هيبقى مطلوب العمله دي هتبقى مطلوبه لان فيها انحدار وفيها ميول جامد زي ما انت شايف كده. الميول بتاعك اهو ده كده عدل، لو انت قلبته بتلاقي ميول. في ميول بقى بيبقى ايه ميول جامد قوي تلاقيه مقلوب خالص، ده بيبقى عيب خطا نادر. انما في كده كتير جدا اللي هو نص ميل ده متواجد مع الكل او ربع ميل متواجد مع الكل، ما يعملش برضه 5 6 جنيه، ما هو نص جنيه برضه مش قيمته حاجه. في برضه بتاع اللي هو النص جنيه اللي هو بتاع الطرق، وزي ما اتكلمنا على الكليوباترا ده متواجد 2020 ده قليل منه. في اللي هو بتاع الطرق ده طبعا ده متواجد كتير جدا، ويعني لسه بالصرف فطبعا ما يعملش حاجه دلوقتي يعني، هيعمل ايه جنيه نص جنيه ده ما يعملش كتير. بس برضه يعني احتفظ بقطعتين عندك ولا حاجه، مش مشكله مش هيخسروا شيء، قطعتين ثلاثه عندك احتفظ بهم دلوقتي كده كده هتحتاجهم فيما بعد. تمام. في عندك اللي هو الفرق الطبيه ده يكاد يكون برضو ايه مش متواجد كتير منه يعني، هو موجود بس مش كتير، فطبعا هيتطلب بعد كده. ومعروض على مواقع، انا شفته معروض على مواقع يا جماعه ب 50 جنيه ب 60 جنيه، وفي هواه بياخدوهم بحوالي 40 جنيه 50 جنيه، فنص جنيه ما يعمل له 30 جنيه يبقى كويس جدا جدا يعني مش وحش. انما سيبك ما تسمعش كلام النفات والميات والميتينات والكلام ده في نص جنيه، لا يمكن يعني، لانه لسه موجود ونصبر عليه شويه. في النص جنيه اللي هو بتاع المومياوات، انا بس مش معايا دلوقتي، فنص جنيه ده انا جايب لك الجنيه بس عشان زي ده برضه هيطلب اليومين الجايين، لان هو الجنيه بتاعه مطلوب. وفي منه اللي هو ال 5 جنيه يا جماعه، وفي اللي هو ال 50 جنيه، ودول بيعملوا فلوس كتير عن كده. وفي اللي هو بتاع الطاقه ده برضه متواجد بس برضه قليل منه شويه. وفي بتاع اللي هو النص جنيه اللي هو بتاع قناه السويس الجديده زي ما قلنا، وفي اللي هو بتاع الطرق هنحتاجه برضه بعد كده. وطبعا مفيش في عيد الشرطه الا في الجنيه. تمام. مفيش منه نص جنيه عيد الشرطه في الجنيه كده كده مطلوب، فبرضه ما تقولش بقى مطلوب امتى، مطلوب. وزي ما قلت نص جنيه ده اللي هو بتاع كليوباترا اللي هو 2005 برضه ممكن يعمل له مثلا 20 جنيه 15 جنيه، وفي منه اللي هو 2020 شح شويه كده كده هيطلب، وفعلا اوقات بتباع ب 20 جنيه و15 جنيه وممكن زاد عن كده شويه. اللي هو بتاع الطاقه الشمسيه برضه ده متواجد كتير. في اللي هو بتاع قناطر اسيوط الجديده برضه اللي هو ده ايه برضه ممكن يكون هيطلب اليومين الجايين، لان برضه شح في السوق وفرق طبيه شح في السوق. واللي هو حياه كريمه برضه ما كده كده في خطا صح، والميول والانحدارات زي ما قلنا بتعمل فلوس كتيره. فطبعا لما يكون معاك عمله فيها خطا وانا معايا عمله فيها نفس الخطا، وده معانا عمله نفس الخطا متكرر كتير، يبقى خطا شائع. خطا شائع يبقى ما يعملش فلوس يا جماعه. يعني نص جنيه لو في خطا كتير مش هيعمل 2 جنيه 3 جنيه. خطا نادر يعمل له يوصل لحد 100 جنيه كمان، لو هو يعني متواجد مثلا خطا في مثلا 1000 عمله
مثلا يعمل فلوس، انما ما يكون متواجد كتير يعني معلش يعني 50,000 عملة 100,000 عملة او الكلام ده كله في الهناك تذكره فيها خطأ كتير، فطبعا يبقى ما تعملش في الحالة دي، حتى ما تعملش الجنيه، بص ان مش هيعمل جنيه ولا 2 جنيه. عرفنا احنا العملات اللي احنا هتبقى مطلوبة ايه، تمام، دي تحاول تحفظها وتعينها. انا اشرح بعد كده يا جماعة، يعني انا حبيت انوه بس عن اللي هي الاحجار الكريمة والكرمان وفوائدهم والالماز والياقوت والحاجات دي كلها، انا اشرحها بقى لان هبتدي اشرح شوية عنهم، والسبح والكلام ده والغالية والرخيصة والحاجات دي وأماكن بيعها والحاجات دي مع العملات بالمرة، لأن إيه أنا غبت في شرحها بصراحة، لأن المفروض إن أنا كنت أشرحها من زمان، تمام. والساعات برضو اللي هي تعرفها إزاي أصل مش أصل، وتعرف الساعة إزاي إذا كنت تعرف تجيب منها فلوس إزاي، لأن